رحمة الله وبركاته. أول تعليق من إمام عاشور على مناوشات مباراة الزمالك والمصري. علق إمام عاشور لاعب الزمالك على مشاجرته مع لاعبي المصري بسبب رقصه على الكرة بنهاية المباراة. وكتب عاشور عبر حسابه بإنستجرام: حاجة بس للعلم، أول حاجة أنا ما حصلش مني حاجة في الملعب، اللي حصل إن لعيبة المصري بعد نهاية الماتش كانوا عايزين يضربوني وأنا مشيت، ما حصلش مني حاجة، وأنا بحترم المصري وجمهور المصري البورسعيدي كله على دماغي. وشهدت نهاية المباراة شجارا عنيف بسبب لاعبي الفريقين وبسبب غضب لاعبي المصري من استفزازات أمام عاشور للاعبي المصري حسب وصفهم.